وغادي نفرعوا ديال المهم كاملين كاع دوك القحاب اللي كانوا كيبغيو يشربوا حتى هما غيتفرجوا. هذا الشيء راه تيدير مزاوج فيك راه مخ... لا ديسكسيون اللي كدور بيني وبينك دابا راه ما خصنيش مع حتى شي واحد الله يرضي عليك. وراه انا خويا الا خرجات الا خرجات غادي ناكلوا العطاء انا وياك فيها باش يقولوا راه كتسلوا علينا. الو السلام عليكم. معليش معليش يخليك معليش راه عندي لي ليميتي معليش يخليك صافا. مرحبا صافا الله يحفظك صافا كي داير الامور صافا الحمد لله. فين راك في الدار ولا؟ انا في الدار انا في الدار السوق. ايوا مزيان داك الشيء اللي كنا خططنا عليه راه الامور راه غادي مزيانه كونسيرنون داك الشيء ديال ولكن هادشي غير المهم راه تطبق كما اتفقنا. بيان سور بيان سور. داك الشيء ديال السكيه ديال الدائره جوج. اها راه مهم صالح الدوسي راه حكيت عليه باش غادي يتحرك شي شويه مزيان وحتى شي ناس اخرين وداك الشيء دابا غير فوقاش غادي يدوز عندك واحد لونوايو بعدا واحد لونوايو فيه واحد 15 ولا 20 فوقاش غادي يدوز عندك للدار. الاثنين لندي لندي ان شاء الله غادي يجيو في لابريميدي عندك انا نقول لك فقط تفتهم غادي يدوز صافي وغادي يجيو وغادي يقول لك ودي حنا دابا حنا الدائره جوج بغينا ناخذوا القرار ديالنا وجينا لعندك الله يعطيك الصحة الحاجة اللي كنطلب منك هي تعطينا الديسكية وخلينا نعطيها لما بغينا. صافي مزيان. فهمتيني؟ وي. وما تدخلش معنا شكون ما تدخلش معنا فما تفرض عنا حتى واحد. صافي حنا اللي غادي نفرضوا عليك. حنا اللي غادي نفرضوا عليك. صافي. جي كومبري؟ وي لا صافي. باش انت عاوتاني باش انت عاوتاني كتدخل كبير فيها. كبير. فوالا باش كبير منها. انا اللي لا فوالا باش انت كتحيت انا راه قلت لك انا خصني عاوتاني انت تنقض مع الوجه ديالك الدايره قال لك ودي بركوا فيا الناس ما عندي ما ندير شنو غادي ندير. واش نمشي نترشح بشي ولا اخر ما يتبعني حد؟ صافي مزيان. داكور مزيان دابا انت غتمشي بحال في هذا الاتجاه هكا غادي يجيو تقول له انت حنايا جينا عندك شنو كاين غادي يجيو عندي يقول لي بغينا نتعشى ونطابلو بالعشاء ولا نطابلو بالتويتر ويقول لهم راه حنا جينا نتذكروا على المصير ديال الدائره دابا الله يرضي عليك حنا جايين نطلبوا الذكيه ما تفرض علينا ما تدخل فيها حنا اللي كنزكي وحنا اللي كنتبعوا وحنا اللي كنديروا الحبله لا علاقه لك بالدائره جوج حنا جينا نتشاوروا معك كرئيس والله يجعل البركه صافي هنا كتدير المهمه ديالك وحنا كتسالوا صافي صافي باش انت غدي لك شي واحد بعدا حتى مع الاخرين دوك الشباط ولا شي صور ودي راه ما لقيت كاين حتى دابا باش نترشح نترشح ولكن ما بغيت بعدي حد حيت هما المهم هما يا بركو راه بركو علينا بجوج راه بركو عليه هو بركو عليه بركو عليا انا بركو عليه هو قال نعطي عطي الذكيه وما عرفش شغل فين نعطيها حنا نعطيو الذكيه شي كونفي وي وي صافي باش حتى هذوك سميتو حتى هذوك اللي طاروا بار ديال سوق العدنيس باش نقطع عليهم تاهما الطريق تاهما باش نضرب فوالا فوالا انت فهمتي باش تقطع كاع اللي طاروا بار كامل تقطع الطريق وكلشي غادي يبقى كبير فيها انا دابا يجي يقول لي والبارح دار ما بان ودينا راه جات القبيله عرفتهم الذكي ما عرفتش شكون غادي يذكيو فيها عرفتهم هما براسهم فيها هما غادي يعمروها فوالا انت اللونجاج غادي يكون بينك عاوتاني وبين الناس الاخرين ديالك وداك الشيء كل ما انا جاو عندي القبيله قالوا لي انت ماشي شغلك عطينا الذكي حنا المرشح انت ماشي شغلك ما يمكنش انا قبيله مجموعه قول لهم انا رشيد اخر حاجه كتطيح لي في البال هو اللي عطاو الذكيه صافي ولا عطاو الذكيه راه ما يمكنش انا نقول لا للقبيله حنا هما اللي كيحكوا وانت عاوتاني قول لهم ودي انت انا ما كانش عندي رغبه كاع انا نمشي تما كاينه ولكن راه فرضوا عليا ما عندي ما ندير واش نمشي بيا اخرى ما غاديش فوالا اذا استخدمت هكا صافي طوب وغادي نفرعوا ديال المهم كاملين كاع دوك القحاب اللي كانوا كيبغيو يشربوا حتى هما غيتفرعوا حتى صاحبك حتى دابا داك صاحبك اللي كنهضروا عليه حتى هو غادي ترد ليه الضربه غير بثبته مع الميت ربي الا قال لك جيتي ولا ما جيتي قلت لي انا ما جيت جرتني سميتو وانت جيتي بوحدي كان وزارتين قبيله انا عندي شرايا القبيله اما انت ضربتي راه انت تبعوك باللون ديالك اما انا راه هما اللي فرضوا عليا اللون ها القوه اللي عندي ما عندكش وي يا انا دابا حنا باغي كنستنقوا دابا غير باش حنا نفيريو نسدوا الامور اللي هاد الشيء راه تيدير مزاوج فيك راه مخ لا ديسكسيون اللي كدور بيني وبينك دابا راه ما خصنيش مع حتى شي واحد الله يرضي عليك. وراه انا خويا الا خرجات الا خرجات غادي ناكلوا العطاء انا وياك فيها باش يقولوا لنا راه كتسلوا علينا. راه انا اللي غنوصيك على هادشي راه انا اللي غادي نقول لك لا لا والو انا راك انا راه بير انا راه كيسولوني دابا كيقول لي غادي نوضوا العيدي وهو اللي النوضوء العادي وكيف نشوف ان هذاك الدائره جوج او شي ناس دايره خدامين فيها هما اللي غيقول لنا شكون انا ما كنقول لكم لا العادي ولا هذيك الدائره جوج ما غينوض فيها حتى شي واحد انا ما مزكيتش فيها كاع خليها خاويه هذا هو الديسكور اللي كنقول هذا اليوم فهمتي انا لا 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 علاقه لي بديك الدائره لا تقدر تبارك الله ما تقدر تخليها هكايا صافي وخلي الامور تمشي غير وكان خاص صالح وذوك الاخرين ما يفرشوناش من بعد
لا 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 هو عبرت انا ما كتثق فيهم. لا انا سميتو انا الاخر ما عنديش فيه الثقه باش ما نكذبش عليك شي عند الطرف ما عندي لا خلي صالح الا كان صالح ديالنا هو اللي خصو يخدم هذه القضيه صافي انا اون بليس انا شفت ماشي القضيه انا ما هضرتش معاه بحجه انه راه عنده ديك الفورماسيون غادي يمشي من لونات حتى لو 29 ما غاديش يكون صافي ولكن انا بيني وبينك ما عنديش فيه الثقه ولكن صالح راه إذا كان بعقله صالح وكتثق فيه أقول الله يبارك عليك أبا صالح أنا جيت بذاتنا العهد وبذاتنا هادشي أنت هو أمير السر ديالنا أنا سي محمد دابا صافي صافي الله يفخر فهمتي قول لي أنت هو أمين السر ديالنا راه ما كانش نتيقوا في شي واحد ونهضروا مع هادشي إلا أنت وأنت جيت لسي محمد وقال لي جيت عندي البيرو وقلت ليه ما قدرنا نسامحنا فيك لا في رشيد إذا الأمانة اللي عندك اللي قلتي بفمك هي هذه تصلح هادشي بهذه الطريقة ديالك صافي صافي الله يفخر داكور طيب يلا خويا يكون خير ان شاء الله بكم خير اذا من هنا لثنين انا نعيط عليك يجمعوا داخل نوايو يجيو عندي انا غادي نعيط عليك نقول لك فوقاش غير ما عرفتش واش غادي نمشي عندي البلاد تاع الشباب نفسي نمشي نجيبهم ما عرفتش يجيو ولا الحد ولا نهار اثنين انا نعيط عليك وصيفطهم ليا صافي داكور حسن شوف ويجيو واحد الروايو كبير يجيو في واحد 15 واحد 20 تكثر البشر صافي داكشي اللي كاين داكشي كاين باش هذا باش واحد وي فوالا بان القبيله راه وغادي نحاول بانهم غادي نحاول نصيف لك واحد خمسه ولا سته من قرامه واحد خمسه ولا سته من دوار درعو خمسه ولا سته المهم غادي نحاول ولكن ما تبانش انت في الصوره ولكن ما تبانش الصوره خلي انت عرفتي ما تبانش الصوره انت اللي كتصيف اتونسيون لا 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 صراحه ولكن كيدير كل شيء فوالا انت غير وري شنو غيدير ورجع انت النور خليه يبان 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 هما في الصوره باش زعما انت راه انت ما تخبر حتى شي حاجه استجابوها هما صافي داكور اون في كومبتون ان شاء الله داكور الله يكون على خير الله يحفظك انا شوف اليوم التواصل اللي غادي فيه مزيان لا مزيان لا لا مزيان اوكي واش راه عرفتي دابا واحد القضيه راه سمعت قبيله واحد الهضره راه ما غادي تهرس في القضيه مزيان واش داك حبيب ابراهيم كان قالوا كان سكران وجا بقى كيجيب الدراري تما ورضوان وضرب دوك الكراسه ديال النهضي وحتى تغوت مرة لا 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 لا, لا. انا جيت فيه لقيت السكران وخرجته من تما كاينه انا نقول لك النهضي رضوان جا لعندو كيقول لي هو بيع الماتش رضوان استفزو قال لي انا بيع الماتش وانت شفار بلا ما يبقى كان واش رضوان اجاب ولا اجاب ولا العند عليك رضوان قالت خاوته له وجيت تال عنده خاي عليه خاي عليه شي باش الناس باعوا الماتش وبقى قالت له يوسف يقول لي باعوا الماتش ولا يوسف راه غير قال يوسف راه شنو غادي نطيح انا وياك لا لا ما تقصدش ذاك المستوى خليك انت بعيد على هادشي قال لي جي كي 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 تبون بعدين ها لا بيع الماتش بس بيع الماتش اطمن الاخر قال لي انا بيع الماتش انت شفار وتعايروا بحال هكذا قال لي انت شفار قلت لي بفمك عطرت لي قلت لي شديت 5000 درهم من المقاول واش انت ماشي شفار؟ واش غادي دير؟ انا علاش هذه غادي تاثر؟ لا صافي انا حيت كيحسب لي بانه لا خاطر انا المعلومه اللي عطوني ما قالوا لي راه ابراهيم سكر وجا عند رضوان كان جالس مع الدراري وبدا كيقول له الشفار راه انت هو الشفار انت هو بوسكام وكذا وهذه هذه وقلت سميتو ربما زعما دابا حيت الناس غادي يقولوا شوف سي محمد ولا حميد ولا تحقق دابا اش كيقولوا تيقولوا راه ايت الزين راه سكروا ابراهيم تسكروا وتلقوه مشى تفرقع على رضوان هذا هو ايوا نهار التلميذ سكر وجا كيعايرني انا تما كاينه شكون اللي سكروا مشينا بهذه المنطقه هذا فهمتيها فلان وجا كيعاير كيقول لهم هو الملك والصفار والزين واش عقلت ديك الهضره والزين والصفار واش اللي تفكرتو؟ واخا في الناس عاد تريد تكون تقول كتفكر كتعب جات حاله اللي تعبت فيها انا يوم ما تكلمش صافي ما بيكوا عليه الله يعني دابا كلام صافي قلبوا عليه فهمتي ولكن شنو العلاقه زعما باش هادشي باش غادي تاثر على دابا راك عرفتي دابا الفهم دابا ديال الناس حيت دابا واحد الدراري تيقولوا حشومه عليهم ما كانش عليهم يديروا هادشي شي واحدين قاعد تيقولوا واش هادي هي الطريقه باش غادي يديروا الحمله واش كيذكروا عباد الله واش كذا راك عرفتي دابا الفهم ديال الناس دابا ديال الدريات لا ما كاين لا حمله انا زيد كلي شوف هذاك واش ابراهيم اول فتره كيسكر ولا ما عارف انا الناس كيدير واش اول فتره اللي كنسكر والله هذيك المهم سير كيسكر واش راه ديما مبلط لا غير حيت دوز معاهم ويحسبوا عليا بعد الساعه على قوده يوغ انا جيت لقيت تما كاين وطلعت وكيسكت وشافوا فيا كنقول لي سد فمك وسكت وركبت وحيدته من تما انا صافي كتهضر باش تهضر واخا واخا هو المهم يلا خويا فاش واحد على الاتصال يلا الله يسخر يلا دابا اللقاء التواصلي غدا ان شاء الله مع السته غدا ان شاء الله مع السته صافي يلا الله يعاونك يلا خويا